يقول السائل فضيلة الشيخ ما تفسير الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ الحرم، الحرم المكي إذا نوى الإنسان نوى بقلبه أنه يعصي فيه فإنه يأثم وعليه وعيد شديد، مجرد النية من يرد يعني ينوي، فكيف إذا نفذ وفعل المعصية؟ والإلحاد معناه المعصية والميل عن طاعة الله، هذا الإلحاد. نعم.